سعيدة، بعد 3 حفلات ناجحة في سوريا للفنانة السورية فايا يونان، الكثير من الضجة أثيرت في حفلة قلعة دمشق بسبب رفضها أخذ صورة مع أحد المعجبين على المسرح مما اعتبره البعض غرور. كاميرا الجديد تجري مقابلة حصرية مع فايا لتخبرنا حقيقة شو صار. سؤال بس، أنتوا عم تشوفوا من المصورين؟ شفتي؟ أنا بعتذر منك يا مجنون. كلهم هلا بيجوا. السيلفي الأشهر، السيلفي اللي ما صارت. للأسف يعني أنا ما تخيلت حالي بيوم أطلع أحكي عن هيك موضوع، إنه أنا ما قبلت ما كنت متخيلة إنه يصير، لأنه أنا كتير كتير بحب أتصور مع الناس اللي بتجي لتتصور معي. السيلفيز أنا باخدهم. يلي صار إنه نحنا كنا بنص عرض موسيقي وفي شاب طلع على المسرح. هلا هو احتراما للجمهور أنا ما أخذت السيلفي، يعني هو يمكن أنا أخذت الموقف الأصعب، إنه كان فيني أنا ابتسم يعني أضحك ويمر الموضوع على خير، بس أنا عن جد بدي أخذ موقف ضد السيلفيات على المسرح. في ناس جاي تسمع موسيقى، في الفرقة الموسيقية. غلطتي كانت الجملة اللي قلتها، يمكن ما أسعفتني الكلمات كتير أحيان منقول يا ريتنا قلنا غير جملة. ما رجعت وضحت على المسرح، ما رجعت صححتها، لأنه حسيت إنه الجو العام ما تأثر. غني لبال مشغول منو أمل، غني لعيون بتقول حكي من قال. ما صرت بالكواليس قلت يا الله يا ريتني قلت غير جملة، يا الله يا ريت ما يعني وقعتي فايا. لا ما توقعت أكيد هالكم، بس عرفت إنه الجملة كانت كتير قصيرة. يعني أنا يلي قصدي كان أقوله إنه في ناس كتير يعني في محبين واقفين على حافة المسرح، أنا إذا تصورت مع الشاب بيصير مو من حقي قل لهم لا. هالطاقة يلي صارت بحفل قلعة دمشق وبحفل قلعة حلب يلي كان حلمي إنه يصير، هي يلي خلتني بنفس حفلة اللاذقية، لأنه البلبلة صارت كان عندي أنا حفلة المساء ومعارفة كيف بدي أعملها. يعني أنا صرت أقرأ آخر شيء، شلت التليفون بطلت أقرأ، بس اللي كنت طول الوقت عم فكر فيه إنه يا الله في كتير ناس محبين، في كتير طاقة حلوة كانت بالحفلات، بدنا نركز هلأ في حفلة ثالثة. يعني رجعت بعد آخر حفلة رجعت مسكت هالفيسبوك يا عمر ورجعت شفت. لك ليه نعمل فايا؟ شو هالحملة هيدي نعملت؟ برأيك في حملة منظمة نعملت ولا هلا ما بعرف انا نظريه المؤامره؟ اكيد مش حدا بيحبني، يعني اكيد هن همهم غير شيء، ان كان همهم انه يزيدوا عدد مشاهدات على صفحاتهم او، بس اكيد مو همهم انا. حتى بنفس حفل قلعه دمشق انا بعد ما خلصت رجعت طلعت وتصورت مع الناس، لحتى القائمين على المكان والامن قالوا لي فايا لازم نفضي المحل. يعني زعلانه انه في ناس عرفتني هلا من هذا الموقف، يعني تخيل يا عمر قد ايه مشى انه مين هاي؟ هاي اللي ما قبلت تاخذ سيلفي. انا هذا اللي كثير زعجني، انه انا انه هذا انه احلى شيء بعمله هو ان يكون وحده من الناس احكي معهم، كثير بعطي وقت ولازم واجبي، يعني غير انه واجبي هالشيء بيسعدني. فتخيل يعني الموضوع كثير قهرني، بس انه كان لابد من التوضيح. لهون مشاهدينا بتكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها.